أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر. في ظل التعقيدات التي تمر بها البلاد يظهر في الأفق خياران اثنان لا ثالث لهما، خيار الحسم العسكري وخيار الحل السياسي. فقبل أيام أعلن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن بدء جولة ثالثة وأخيرة من المشاورات بين الشرعية وأطراف الانقلاب، والتي من المقرر انعقادها في الكويت منتصف إبريل القادم بحسب التصريحات الأممية. تأتي هذه الجولة بعد فشل جولتين سابقتين من المشاورات جرى الاتفاق في الثانية منهما على مجموعة إجراءات بغرض بناء الثقة بين الطرفين، غير أن هذه الإجراءات لم تتم حتى الآن، في حين أن العديد من الجبهات العسكرية لا زالت مفتوحة وساخنة. وهنا تتأرجح مخاوف وتطلعات اليمنيين بين رغبتهم الأكيدة للسلام واستقرار الأوضاع وبين قلقهم من التفاف الإنقلابيين على الاتفاقيات والعودة إلى السلطة من خلال تسوية سياسية تتجاهل إزالة كافة مظاهر الإنقلاب وتذهب إلى التهدئة دون تحقيق العدالة ومحاسبة المتسببين في الحرب، والتي يعتقد كثيرون أنها لن تكون سوى فرصة جديدة لإنقاذ الإنقلابيين وترحيل لجولة جديدة من الاقتتال. إذن حول الخيارات السياسية والعسكرية للوضع في اليمن ستكون حلقتنا اليوم من فضاء حر، وسيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من الرياض وزير حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي في المشاورات السيد عز الدين الأصبحي، ومن تعز أيضا عبر الأقمار الاصطناعية انضم إلينا مقرر مجلس تنسيق المقاومة السيد ضياء الحق الأهدل. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، والبداية بسؤال مشترك لكما، ونبدأ مع السيد عز الدين الأصبحي. هل تؤمن بأن الحلول السياسية مجدية مع ميليشيا الانقلاب؟ مساء الخير وشكرا لك ولفضاء حر، ونحن نحتاج إلى الفضاء الحر وإلى الحرية في هذا الوقت بالذات. نعم. بالأخير يعني المعارك العسكرية هي واحدة من الجولات التي تخوضها العملية السياسية لا أكثر في هذا الأمر، ولكن عندما تتحقق مسائل العدالة والإنصاف والاستقرار عبر الحوار السياسي لن يكون هناك أصوات للمدافع، لم يذهب أحد إلى استخدام السلاح ولا استخدام القوة إلا من أجل إحقاق الحق ومن أجل إعادة الأمور إلى نصابها. ولكن عندما يكون ليس هناك غير خيار أن تعاد مسائل الاستقرار وحرية الناس وإعادة الحقوق إلى أصحابها إلا باستخدام القوة، يكون مسألة بعد ذلك يكون هذا هو الخيار المتاح. تبقى العملية السياسية هي مكملة لأي عمل نريده خلال المرحلة القادمة. السؤال الأهم هو ماذا نريد؟ نحن نريد استعادة السلطة، نحن نريد استعادة وطن. نعم. إنهاء الانقلاب، إنصاف الناس، إعادة الأمور إلى نصابها. سنجيب عن هذه التساؤلات سيد عز الدين، سنجيب عنها في سياق هذه الحلقة. أنتقل إلى ضيفي من تعز السيد الأهدل ونفس السؤال. نعم سيد أهدل، سوف نستمع إلى إجابتك الآن إلى حين وصول الصورة، تفضل. نعم، أنا أقول إنه الحقيقة أن المعطيات الواقعية والمعطيات العقائدية أيضا لحركة الحوثي، وهذه مشكلة كبيرة، الجانب العقائدي والفكري للحوثيين الذي لا يؤمن بالحوار ولا يؤمن بتداول السلم للسلطة. الحوار قيمة أساسية. أنا أقول ما حدث للحوثيين ليس انقلاب على السلطة حسب، هو كان في الحقيقة انقلاب على الحوار، انقلاب على الحوار، انقلاب على مخرجات الحوار. وبالتالي أقول أن مفقودة بالنسبة لي في نظري الثقة في الحوار مع الحوثيين، لأنني أؤكد أنهم في وثيقتهم الفكرية التي وقع عليها عبد الملك الحوثي في 2012 أكد أنها وثيقة، قال هذه رؤيتنا وعقيدتنا، وفي هذه الوثيقة الفكرية بيان واضح لمصادرة التداول السلمي للسلطة، لحصر السلطة في آل البيت، بل حتى لحصر القرآن والعلم في آل البيت. وبالتالي هناك مشكلة عقائدية فكرية في هذه الجماعة. إذا تؤمن، هل تؤمن أنه فعلا مجدي الحوار معها سيد الأهدل؟ لا لا، نحن لا يجدي الحوار مع هؤلاء كما قلت من منطلق عقيدتي. نعم. كما أنه لا يجدي أيضا من منطلق الممارسة الواقعية التي مورست من خلال انقلابهم على الحوار ابتداء. طيب لم ينقلبوا. نعم. على سلطة، وكانوا أيضا جزء من السلطة وفقا لمخرجات الحوار مع صالح.
نعم، إذا أنت لا تؤمن، أنت لا تؤمن إذا بالحوار مع هذه الميليشيا لأسباب تتعلق بالأبعاد العقائدية لهذه الميليشيا. أشكركما جزيل الشكر ضيفي الكريمين، ومن خلال هذه الإجابات سوف نبني نقاشنا لهذه الحلقة. ولكن قبلها دعونا نذهب إلى هذه المادة التي ترصد أهم محطات المسار السياسي والعسكري في اليمن منذ الانقلاب على الدولة. نشاهد ومن ثم نعود للبدء بالنقاش. عودة إليكم من جديد مشاهدينا الكرام، وعودة إليك سيد عز الدين الأصبحي. بداية وبعد استعراض هذه المحطات للمسار السياسي والعسكري منذ الانقلاب، كيف تقيمون تجاربكم السابقة في التفاوض مع الانقلابيين بدءا بمخرجات الحوار الوطني، اتفاقية السلم والشراكة، جنيف 1، جنيف 2؟ هل هناك مؤشرات فعلا لنجاح مفاوضات قادمة؟ دعوني أوضح بعض المصطلحات حتى نتفق على أن لا هناك خلاف فيما نطرحه جميعا في هذه الحلقة. أولا، إن هناك عدم الوفاء بالالتزامات أو العهود من قبل ميليشيات الحوثي وصالح خلال الفترة الماضية لا تحتاج إلى أدلة في هذا الموضوع. هناك العديد من الاتفاقات التي كانت تتم، ودائما ما كان يتم النقوص بها. وبمسألة أن التسليم بأن الميليشيات ستكون ملتزمة بالعهود والمواثيق بناء على التجارب السابقة، نقول بأن لدينا قناعة بأن هؤلاء لا يلتزمون بعهود ولا بمواثيق، ولا يمكن لنا أن نثق هذا الأمر. ولكن ذلك لا يعني انتهاء المسارات السياسية، لأنه بالأخير هناك مسار سياسي يجب أن يسير ويجب أن يمضي في مسألة ليس فقط الحوار، ليس هناك حوار، هناك مشاورات لتنفيذ قرارات دولية. فيما يخص الحوارات السياسية الخاصة بشكل الدولة وبخيارات الشعب اليمني، أعتقد بأن اليمنيين أنجزوا حوارهم الحقيقي في مؤتمر الحوار الوطني خلال أطول مدة حوار عرفتها المنطقة والعالم بمؤتمر الحوار الوطني خلال الفترة الماضية. وبالتالي لدينا مخرجات متفق عليها من كل التنظيمات السياسية والقوى السياسية والاجتماعية والشباب والمرأة في اليمن، لما أقول الكل فالمعظم على الأقل. وبالتالي هذا واحدة من المرتكزات التي لا يمكن أن نتراجع عنها، ولا نستطيع أن نقول بأننا سنعود إلى فضاء جديد لخلق حوار جديد. لا، ليس هناك حوارا من أجل الحوار السياسي، هناك مشاورات من أجل تحقيق السلام والعودة إلى تحقيق الشرعية الدولية على الأرض. طيب، وبالتالي عندما نذهب في جنيف 1 أو جنيف 2 أو في الحلقة في الكويت، الأمور محددة في إطار واضح جدا بأنها مشاورات لكيفية تنفيذ القرارات الدولية. وهنا لا يجب على الناس أن يقلقوا. سنأتي إلى هذه النقطة سيد عز الدين، ونتحدث حول الآلية. ما هي الآلية التي تخططون أن توضعها كآلية لتنفيذ القرار الأممي
دعني أتحول الآن إلى السيد الأهدل. بداية أستاذ الأهدل، أنتم كيف تنظرون إلى الذهاب إلى مفاوضات أو مشاورات كما أشار السيد الوزير مع ميليشيا الحوثي والمخلوع أو حلف الإنقلاب بشكل عام؟ الحقيقة أنا أقول أنه هو ربما إتاحة مزيد من الفرص للحوثيين، لا سيما أن هناك تقدمات في الجبهات، وبالتالي محاولة ربما لإخراجهم من مأزق أو حرص من قبلهم للخروج من مأزق يشعرون أنهم قد وقعوا فيها. وبالتالي هذه المشاورات كسابقتها لم يتغير شيء، الجانب كما ذكرت سابقا الفكري والعقائدي الذي ينطلقون منه هؤلاء لا يؤمن بمثل هكذا حوارات ولا بمثل سلمية ولا تداول سلمي للسلطة. وبالتالي نحن أمام جماعة تنطلق من منطلق عقائدي يجعل الحوار في نظرها مسألة مخالفة لاعتقادي، مسألة كفرية في نظرها. ما هو إذا موقفكم؟ ما هو موقفكم كمجلس مقاومة في تعز، ما هو موقفكم العلني حول الذهاب إلى مفاوضات أو مشاورات مع هذا الحلف؟ ولماذا لم نسمع موقفا رسميا من خلال بيان مثلا رسمي منكم تجاه هذا التوجه؟ نحن لا زلنا من ناحية يعني ننظر ونراقب الخطوة العملية الفعلية لمثل هذه المشاورات، هي لا تزال مجرد كلمات ومجرد تصريحات ومجرد إعلانات، لا نستطيع أن نقول عنها شيئا في وجهة نظرنا الآن، لأننا نؤمن أنه ربما لا يصلون إلى يوم العاشر من إبريل إلا وقد تجسدت القناعة التي نحملها نحن لدى الحكومة ولدى السلطة. ما هي هذه القناعة الحكومة سيد الأهدل؟ كمسؤولة نعم سيد ضياء، ما هي هذه عدم القناعة؟ عدم جدوى الحوار مع هؤلاء. نعم، عدم قناعتنا عدم جدوى الحوار مع من لا يؤمن بالحوار ومن انقلب على الحوار في الأصل. نعم، إذا لا جدوى من الحوار. نعم، لا جدوى من الحوار معهم، مع هذه الميليشيا ومع حلف الانقلاب. سيد عز الدين، يعني كان في آخر لقاء أو في آخر مشاورات معهم كان هناك حديث عن خطوات بناء الثقة، وكان هناك من المقرر أن تستأنف المشاورات في 14 من يناير للحديث والبحث في تنفيذ هذه الخطوات، إلا أنه لم يحدث من هذه الخطوات أي شيء. لماذا أنتم إذا تذهبون من جديد للمشاورات دون النظر إلى خطوات بناء الثقة؟ أين ذهبت هذه الخطوات؟ أولا كما قلت هي المشاورات السياسية لا تعني أبدا بأنها بديل عن خيار الاستقلال والحرية وإلغاء الانقلاب على الإطلاق، ليس هناك غير خيار واحد وإعادة مؤسسات الدولة وإعادة الاستقرار وإنهاء هذا الانقلاب. كيف يجب أن ينتهي هذا الانقلاب؟ يجب أن ينتهي إما بالقوى المباشرة كما يجري الآن أو عبر مسألة التسليم الكامل من قبل هؤلاء الانقلابيين بأن يذهبون ويسلمون كل شيء، إعادة المؤسسات إلى إعادة الأمور إلى نصابها بهذا الاتجاه. بالتالي المسار السياسي لا يعني أبدا نوع من التخاذل عن الجانب العسكري. هناك نقاط يجب أن تكون واضحة لدى أولا بأن المقاومة على الأرض هي تقاوم عن ذاتها وتقاوم عن نفسها وتقاوم عن مدنها، وبالتالي لا يعني أبدا بأنه سيكون هناك أي نوع من التجاوز لرأي المقاومة أو مسألة أنها تستسلم أو غير، هذا غير منطقي. بالنسبة للجانب الذهاب إلى المشاورات، هي ذهب إلى مسألة تطبيق القرارات الدولية، وعندما يتمعن الإنسان بالدعوة التي أطلقها إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأمم المتحدة يقول بأننا ذاهبون لتنفيذ القرارات الدولية ونقاش في النقاط الفنية الأساسية في كيفية الانسحاب من المدن، كيفية فك الحصار عن المدن المختلفة، في كيفية تسليم الأسلحة، ثم في كيفية إطلاق مسار إعادة فك الأسر عن المختطفين السياسيين، وبعد ذلك تأتي مسألة الفضاء السياسي. نعم، لكن هذه الخطوات لم تذكر الآن، لم تذكر في هذه الجولة من التحضيرات، لم تأتي على لسان يعني المبعوث الأممي كما جاءت في مناسبات سابقة أو في مشاورات سابقة. لماذا لم يأتي إلى هذه النقاط؟ ثم ما يعني ماذا عن الحديث عن إيقاف إطلاق النار بدءا من العاشر من إبريل؟
يعني مسألة أنه أن تكون هناك نوع من الهدنة في عدم إطلاق لوقف إطلاق النار من 10 أبريل إتاحت فرصة أكبر في أن تأتي المشاورات بكثير من الجو الآمن ربما المشجع لمسألة أن تسير العملية السياسية خطوة إلى الأمام، هي واحدة من الخطوات الهامة التي يراها كثير من المراقبين الدوليين بأنها تساعد على إيجاد نوع من الحلول العملية والمنطقية. طبعا هذه المسألة مسلم بها عندما يلتزم الطرف المعتدي في مسألة وقف إطلاق النار. وهنا نقطة في غاية الأهمية، إذا أردنا أن نشخص المسألة، إذا أردنا سلاما حقيقيا، وإذا أردنا مسألة أن نخطو بالعملية السياسية خطوة إلى الأمام، فعلى المعتدي الذي يقصف المدن والذي بدأ باختطاف السلطة والذي يعمل على قتل المدنيين أن يوقف عملية القتل، وبالتالي بشكل عملي أوتوماتيكي ستوقف كافة العمليات الأخرى. المقاومة لا تعتدي على أحد، هي تدافع عن ذاتها. التدخل العربي جاء لإعادة الشرعية في مسألة وقف مسألة إيقاف العدوان والاعتداءات الداخلية من قبل هذه الميليشيات، وبالتالي هناك عملية تراتبية. إذا توقفت هذه الميليشيات عن مسألة قصف المدن وانسحبت أو بدأت بإطلاق هدنة حقيقية وعادت إلى مواقع ما كان عليها قبل الانقلاب، أعتقد بأنه لن يكون هناك أي هجوم من قبل المقاومة أو من قبل السلطة الشرعية. نعم هناك تساؤل أستاذ عز. نعم سيد معالي الوزير، هناك تساؤل عن كيفية تطبيق هذه الفقرة تحديدا أو هاتين الفقرتين المتعلقتين بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، كيف سيتم تنفيذ هذا البند؟ إلى أين ستنسحب هذه القوات ولمن ستسلم الأسلحة؟ هل لديكم رؤية واضحة بهذا الشأن؟ دعيني أوضح على هذه المروة وأكلم السادة المشاهدين والمشاهدات على هذه النقاط الأساسية. أولا هناك إطار عام للمشاورات وتم فيه الاتفاق منذ مشاورة بيل في سويسرا 2، وهذا الإطار العام لم يتغير بالمناسبة، لم يتغير على الإطلاق، بأنه يقوم على مرتكزات أساسية واضحة، قرارات شرعية دولية وعلى رأسها القرار الدولي 2216، مخرجات الحوار الوطني، وأيضا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبالتالي ليس هناك مشكلة في الموضوع، الإطار لا زال هو نفس الإطار. نأتي بعد ذلك النقطة الثانية في المشاورات، وهي في كيفية تنفيذ هذا القرار بشكل فعلي وعملي. هناك الآن لجان فنية لدى كل طرف من الأطراف وبالتعاون مع بعوث الأمم المتحدة وفريقه الخاص في كيفية ترجمت هذا القرار بشكل عملي وفعلي. عندما نقول لابد من الانسحاب الكامل للمدن المختلفة، تضع الآن فرق فنية مختلفة في ما يعني الانسحاب، كيف سيكون الانسحاب. نعم. وبالتالي هناك الآن إجراءات عملية لهذا الأمر، تسليم الأسلحة يجب أن يكون إلى مؤسسات الدولة الشرعية وليس إلى أي إلى قوى مزدوجة أو إلى قوى مشكوك بأمرها. نعم. وبالتالي الآن هناك خطوات فنية تحتاج بالفعل إلى جلسات حقيقية عملية من قبل الفنيين والمختصين، ولا قلق في هذا الأمر. هذه النقاط ليس فيها أي تنازل في العملية السياسية كما يتخيل البعض. نحن الآن نتحدث عن إجراءات فنية عملية لتنفيذ القرار الدولي، وليس هناك أي التفاف على القرارات الدولية أو على مخرجات الحوار الوطني السابق. كلمة حوار وأنه سيطلق حوار من أجل شكل النظام السياسي أمر غير وارد على الإطلاق. الإطار العام المنظم للمشاورة القادمة واضحة، المسائل المطلوب فيها في تنفيذ القرار الدولي واضح، وبالتالي نحن نعمل على هذا الأساس من هذه المنطلق. المسار السياسي لا يعني أبدا نوع من الخذلان أو التراجع عن جوهر القرار الدولي وإلغاء الانقلاب. نعم. نحن لدينا هدف واضح، استعادة كافة مؤسسات الدولة وإعادة الأمور. نعم. إلى نصابها وإحقاق الحق. بعد ذلك تأتي من تحت هذه المظلة النقاط الفنية الواضحة في ماذا يعني بالانسحاب، الانسحاب من المدن المختلفة، تسليم المعسكرات والأسلحة إلى المؤسسات الدولة، على الحكومة أن تعمل مع خبراء عسكريين وبرعاية من الأمم المتحدة على كيفية تسلم هذه المدن، استعادة الأمن، كيفية تسليم الأسلحة. لكن نعم سيد عز الدين، لا زالت هناك جبهات قتال لا زالت مفتوحة وساخنة حتى الآن، أبرزها جبهة تعز. دعني أنتقل الآن بالسؤال لسيد ضياء الحق الأهدل، يعني في حال إذا ذهبت الحكومة إلى هذه المشاورات على رغم أن قناعة تختلف مع هذا التوجه، ما هو موقفكم في هذه الحالة خاصة مع استمرار الحصار على تعز واستمرار الاشتباكات أيضا في جبهة تعز مقاومة تعز مع الانقلابيين؟ نحن في الحقيقة أمام هذه الأمور سنؤمن بما نراه واقعا ملموسا في صدد التقدم في حل الإشكاليات التي هي واقعة أو نتاج لهذا الانقلاب. الأستاذ عز الدين تحدث عن أن الذهاب إلى هذه المشاورات لا يعني إيقاف المقاومة أو توقفها أو دعمها، لكن في الحقيقة نقول نحن لدينا تساؤل في تعز أن ما أن بدأ الحديث عن هذه المشاورات
حتى رأينا أنه بعد التقدم الأخير في الجبهة الغربية لم يصل الدعم اللازم الذي كان يجب أن يصل لتأمين هذه الانتصارات، وحدثت انتكاسة حقيقية في إعادة الحصار وقطع الخط من جديد. وبالتالي نحن نقول هنالك تخوف في الشارع وتخوف لدى المقاومة من أن هذه الإجراءات التي يسمونها تشاورات تسبب خذلاناً للمقاومة، من حيث ربما لا يشعرون. نحن نثق بالسلطة الشرعية ونثق بالتحالف العربي، لكن نقول الواقع العملي هو الذي سنحكم من خلاله. فنحن مخاوفنا تتزايد يوماً بعد يوم عندما يلمح إلى هذه المشاورات. وجدنا أنه كان يجب أن يكون هنالك دعماً معيناً نستطيع تأمين الانتصارات التي تحققت، وبالذات المتعلقة بفك الحصار عن تعز وفتح الخط. لكن ربما 10 أيام كانت كافية في الحقيقة، ونأسف أنه لم يتحقق شيئاً في إسناد المقاومة لتمكنها لتتمكن من استمرارية فك الحصار، وحدث ما حدث وأغلق الخط من جديد. هذه مسألة. المسألة الثانية الضمانات، وجود المؤسسة الشرعية. نعم، دعنا في هذه النقطة قبل أن تنتقل للنقطة الثانية سيد الأهدل، دعني أنتقل بهذه النقطة وهي نقطة مهمة جدا إلى معالي الوزير سيد عز الدين. يعني هناك فعلا حديث عن أن تعز جبهة تركت مفتوحة الآن، بل أنه تم الالتفاف على انتصارات المقاومة فيها وإعادة الحصار من جديد بعد أن كانت قد حققت المقاومة انتصار وفكت الحصار من أحد المداخل، إلا أن الإمداد لم يصل، أيضا مساعدة الإنسانية لم تصل، إلى درجة أن هناك من يتحدث بأنه تعز هي واحدة من بنود هذه الاتفاق، وأنه هناك من يريد لتعز أن تكون ورقة ضغط. والسؤال هنا، ما مصلحة التحالف وقوات الشرعية في إبقاء تعز في هذا الحال في وقت هي ذاهبة إلى التفاوض مع الطرف الآخر؟ يعني ما أنا واثق منه تماماً بأن تعز هي معركة اليمن الكبرى في مسألة التحرير وإنهاء الانقلاب. وبالتالي لا بد من الانتصار الحقيقي على الأرض في تعز، ولا جدل في ذلك. أنا مؤمن بهذا الكلام، وعلينا أن نعمل جميعاً على إيجاد هذا النصر الحقيقي، وبالتعاون مع التحالف العربي مع كل القوى الشرعية المختلفة. يجب أن ندرك تماماً بأن تعز لا يمكن أن تكون ورقة للمساومة في مسألة المفاوضات السياسية، لأنه تعز هي المعركة الفاصلة في مسألة تحديد المستقبل لشكل النظام في اليمن، لشكل الاستقرار ولشكل الوحدة ولشكل كافة أنواع التعاون السياسي بين كافة التنظيمات المختلفة. وبالتالي علينا أن نؤمن يقينا بأن الانتصار في تعز هو حتمي للسلطة الشرعية وللمقاومة وللمستقبل وللبلد. وبالتالي تعز هي صانع التغيير، علينا أن نؤمن بهذا الإيمان ونعمل من أجله. إذا حصل هناك قصور في الجانب العسكري، في جانب الإمدادات، في جانب التواصل وتنسيق الجهود ما بين التحالف، ما بين السلطة الشرعية والمقاومة، علينا سد هذه الثغرات، ولا أبدا أن نذهب إلى دوائر الشك والخوف وبأن هناك تراجع وهناك نوع من التآمر على تعز. هذه يجب أن إذا ما هو تفسير سيادة الوزير؟ ما هو تفسيرك إلى هذا ما يسميه المقاومة وأبناء تعز ما يسمونه خذلانا، يعني وأنت تسميه عدم ما هو التفسير لعدم وصول إمدادات العسكرية برغم أنها تبعد بضع كيلومترات من المدينة؟ أنا من المدينة ومع المقاومة وأشعر بنفس ما يشعرون به. وبالتالي هذا القصور، لكن نبحث منك عن تفسير لما حدث. طيب أكمل بس. يجب أن ندرك تماماً بأن مسألة قيادة الرأي وقيادة المسيرة في مسألة فيما يخص في تعز هي في يد المقاومة وفي يد الشارع ونحن من بعده. لا يجب أبداً أن نغير مسألة التراتبية. أنا لست أبداً مع الإطلاق أن ننتظر مدداً خارجياً ومدداً من مراكز السلطة ومراكز القرار أو مركز القرار المقدس أو مركز السلطة في أي كانت العواصم المختلفة من أجل أن تكون لتعز قرارها. لا، هذه المسائل لم تعد مجدية. المقاومة هي صاحبة القرار الأول والذي تقود العملية، وما يجري من قصور من قبل السلطة ومن حلفائنا هناك يجب أن نبحث في كافة السبل المختلفة لإلغاء هذا القصور ولمسألة إيجاد حلول لهذا العجز القائم. هناك قصور حقيقي في مسألة الجبهة العسكرية، في تقديم العون الإنساني، تقديم العون العسكري. لدينا مؤسسات يعني دمرت تماما في الجيش والأمن. تعز تبني ذاتها من جديد كما تبني اليمن من جديد ذاتها بمؤسساتها العسكرية والأمنية. أنا أفكر دائما بخارج الصندوق. علينا أن نفكر جديا بأن أننا
في تعز يجب أن نفكر بهذا الأمر، وأنا أعلنها رسالة من هذه المحطة ومن هذه المنصة بأننا من يقود عملية التغيير والدفاع، لأننا أصحاب حق وندافع عن أنفسنا وذاتنا، وبالتالي لا يجب على الإطلاق أن ننتظر بأن هناك مددا سيأتي من هنا ومن هناك أو لا نقاوم، سيكون هناك اتفاقات ثم نقرر ماذا علينا أن نعمل. لا، فيما يخص التحرير وتحقيق الاستقرار والسلام هو قرار بيد المقاومة بيد الشارع ونحن من وراء. نعم، هو بيد المقاومة كتحالف. سيادة الوزير هو بيد المقاومة، وعلينا وبالتالي لكن المقاومة أنا لا تمتلك الإمكانيات التي تجابه بها جبهة. نعم. عسكرية بحجم الألوية العسكرية التي تحيط بها من حول المدينة، يعني ألوية عسكرية تتبع الحرس الجمهوري. نعم. وأنت تعرف جيدا تجهيزاتها. نعم. ونعم، وهذه هي المشكلة الحقيقية، يعني نعم. نحن نواجه أكبر ما آخر ما تبقى من الجيش الذي كنا نسميه جيش النخبة، آخر ما تبقى من الدولة الأمنية العميقة، الدولة العسكرية العميقة، نواجه آخر ما تبقى من المشروع المتخلف الذي بني لعشرات السنوات، وبالتالي علينا أن ندرك حجم المشكلة الكبيرة الذي نعني فيه. أنا أريد أن أقول بأننا في الطاولة عندما نناقش السلطة الشرعية والتحالف علينا أن نضع شروطنا ونبادر ونعمل، وعندما نجد أن هناك قصورا من هنا أو هناك علينا أن لا نشعر أبدا بالإحباط وأن هناك نوع من التخاذل المتعمد، لنعتبر ما يعتبر بأن الآخر قدم كل ما يستطيع ولا يستطيع أن يقدم أكثر من ذلك، أو ليس لديه القدرة على الرؤية الكاملة لواقع الأحداث على الأرض، وبالتالي علينا أن نبادر نحن في إيضاع الحلول المختلفة، رفع الصوت الإيجابي الصحيح، كيفية إزالة التلاحم الداخلي. علينا أن نعرف بأن هذه معركتنا الأولى، نحن أصحاب المعركة، نحن أصحاب الشأن، غيرنا هو مجرد مساعد لنا في هذا الأمر، نحن لسنا تابعين لقرار سيأتي من السلطة المركزية أو من غيرها من أجل تحرير مدينة تعز، محافظة تعز، وتحرير اليمن من خلال تعز كبوابة للوطن والمستقبل. يعني أريد أن أقلب الطاولة. نعم، لكن نعم سيد عز الدين، لكن أنت تعرف جيدا بأن المقاومة تقاتل تحت سقف الشرعية. دعني أنقل هذا الطرح للسيد ضياء الحق من تعز. يعني سيد عز الدين يتحدث عن البحث دائما عن بدائل، وأن هذه المعركة هي معركة المقاومة وليست معركة أي أطراف أخرى. ما هي البدائل الآن المتاحة أمامكم؟ إذا ما تحدثنا عن أنه ربما أنتم تسيرون في اتجاه حتى وإن ذهب الساسة في اتجاه آخر. أسف، أنا لا أدري هل يصدق المثل القائل يا مسهل الحرب على المتفرقين كما يقولون. ربما هذه أصابت قياداتنا في الخارج وجعلتهم يرون هذه الرؤية. نحن أن ننتظر إمدادا من حكومة شرعية نقاتل من أجل شرعيتها وسلطة شرعية الفرصة متاحة لها، هذه مسألة غير واردة، وأظن هذا أمر لا ينبغي أن يكون حديث أحد أعضاء الحكومة. الأمر الثاني أننا يعني كمقاومة منذ سنة كاملة ونحن نعمل في الميدان براية واحدة، يتحدثون عن فرقة يريدون أن يصنعونها هم، المقاومة في تعز وحدة متحدة منسجمة تحقق انتصارات إمكانيتها الذاتية. نعم، هو لم يتحدث عن فرقة على أي حال. هو نعم سيد الوزير لم يتحدث عن فرقة ولكن تحدث عن أشار الأستاذ يوسفني. نعم. يفهم من حديث الأخ الوزير أنه ينبغي أن نرتقي إلى مستوى أن نعالج قصور ربما يكون منا من ممارساتنا. نعم، قد يكون لك قصور. المقاومة في تعز مقاومة شعبية انبثقت من الشارع، أتى إلى يقاتل في صفها الدكتور والمهندس والطبيب والطالب، وبالتالي قد يحدث ذلك. هذا طالما قد جئت على هذه النقطة سيد ضياء الحق اعتذر لمقاطعتك، لكن هناك أيضا حديث في حقيقة الأمر، هناك حديث حقيقي وفعلي عن أن هناك ربما خلافات أو عدم توافق بين بعض فصائل المقاومة وبين المجلس العسكري في المحافظة. ما صحة هذا الطرح؟ لا صحة لهذا. المجلس العسكري جزء من المقاومة، والمقاومة تشمل المجلس العسكري والمقاومة الشعبية المدنية، شكل مجلس أعلى ومن قيادات الألوية ومن قيادة المقاومة الشعبية في مسمى مجلس أعلى، وأقره التحالف في عدن وأقره رئيس الجمهورية أيضا، والتقى بقياداته المشكلة من كافة قيادات الألوية العسكرية الثلاث مع قائد المحور، إضافة إلى قيادة المقاومة المدنية في قيادة مجلس التنسيق. وبالتالي اليوم كنا في اجتماع في هذا الصدد لمجلس الأعلى للمقاومة. أقول هذه أيضا ليست مبررات. أقول القصور في الإمدادات إذا كان بسبب عدم القدرة على إيصال هذا الشيء، بسبب عدم القدرة على امتلاك هذا الشيء آخر، يجب أن تصرح به الحكومة وتكون صريحة معنا. لكن نرى أن إمدادات الحكومة والسلطة الشرعية لألوية المأرب والجوف
يعني واضحة بينة رأيناها عبر القنوات الإعلامية ونرى أثرها الملموس في المدرعات فيما لم تمد مقاومة تعز بمدرعة ولا بدبابة واحدة، ويراد منها أن تستطيع أن تعمل ما يعني ما لم يعمله. نعم، لكن سيد الناطق الرسمي للتحالف أصدر اليوم تصريحات تحدث فيها عن أن هناك إمدادات مستمرة لتعز وأن ما يمنع وصولها هو الكثافة السكانية للمدينة، كيف تفهم هذه التصريحات؟ أنا شاركت في زيارة المقاومة لعدن قبل 3 أشهر، وقدمنا خطة ووعدنا أنه خلال 3 أسابيع سيتم الإمداد العسكري وسيتم الترتيب لهذه القضية، واعتمدت خطة قدمت مدروسة بالإمكانات والآليات، وسمعنا قعقعة ولم نرى طحينة. سنكون صراحاء اليوم لأن واجبنا أن نكون على هذه الدرجة من الصراحة ونقول حقائق. هذا الكلام كان في لقاء مع رئيس الجمهورية وكان في لقاء آخر مع رئيس الحكومة، وكان شفافا وواضحا. نعم نعم. والوعود كانت لا تتجاوز بسقفها الزمني شهرا، واليوم نحن في الشهر الثالث، وحينما استطاعت المقاومة بجهودها الذاتية وبآلياتها المحدودة وبالشيء اليسير مع المساندة القوية التي يشكر عليها التحالف، لا سيما ونحن في ذكرى عاصفة الحزم. نعم. المشكور كالتحالف عليها، نستطيع أن نؤكد أنه حدث هذا التقدم، وناشدنا عقب التقدم أن الانتصارات المحققة وفتح الحصار مهددة ما لم يكن هنالك. نعم. يعني إمدادا بمعدات عسكرية نستطيع أن نسيطر من خلالها. نعم. على ونؤمن. نعم. النصر. نعم. إذا نسمع جعجعة ولا نرى طحين مع بقاء الخط 10 أيام مفتوحا. نعم. طيب إذا يعني سيد الأهدل من تعز يتحدث عن أن هناك قعقعة أو نسمع قعقعة كما قال، ولا نرى طحين أو نسمع وعودا ولا نراها على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمعركة تعز. ونحن الآن نسهب في الحديث عن تعز باعتبار أنها كانت واحدة من أهم بنود إعادة الثقة فيما يتعلق بمشاورات سياسية قادمة. إذا سيد عز الدين، لماذا لا تمارسوا أنتم ضغوطا سياسية على الحكومة لفعلا إنهاء المعركة في تعز، أو أن وراء الأكمة ما وراءها؟ طيب، أولا أوضح بعض النقاط. نعم. بأنه بالفعل تعز ضربت ولا زالت تضرب المثل الأكبر في مسألة توحيد الصف كقوة عسكرية أو كقوة سياسية، ويجب أن أوضح للصديق العزيز ضياء بأننا مع هذا الاتجاه، وأنا دائما ما أدافع عن هذا الخط. نعم. تعز ليس فيها فرقة، القوة السياسية أكثر قوة سياسية ذات رؤية واضحة، المجلس العسكري موحد، استطاعت في كل الظروف الصعبة أن تعمل مؤسسات متماسكة، وما يقال عن الخلافات وغيره أنا لا أصدقه، ودائما ما أقول بأنه غير موجود وندافع عنه بقوة، لأنه بالفعل هناك مؤسسات صلبة ومتماسكة، وهناك وضوح في العمل وتناسق وتكامل في الأدوار، وبالتالي. نعم. أنا مع هذه الرؤية ودائما ما أدافع عنها، يعني حتى أوضح. نعم. النقطة. نعم. ولازلنا نؤمل عليكم ولازلنا نقول بالضبط حسم الأمر العسكري. دعني أنتقل إلى نقطة مهمة قبل أن داهمنا الوقت. طيب عزيزتي بس الجوانب العسكرية والقصور الذي تعاني منه تعز بالفعل أسئلة هامة جدا يجب أن نضعها على ملف في الجانب العسكري. نعم. هناك ناس مسؤولين عن هذا القصور، هناك ناس مسؤولين يجب أن نوجه لهم هذا السؤال. نحن في الحكومة دائما ما نطرح بأن تعز مظلومة في كل النواحي الإنسانية والإغاثية والعسكرية. الملف العسكري بحاجة إلى مناقشة عن هذا. ونعم، والآن الكتلة السياسية لتعز من وزراء ومستشارين تضغط باستمرار مع الحكومة ومع الأشقاء بأن نعالج هذا القصور الذي نراه واضحا. لا يمكن لنا أن نسكت أبدا عن دعم المقاومة وعلى إنقاذ الناس، ولكن أيضا يجب أن نوجه هذه الأسئلة سوية. نحن وأنتم، نحن كتلة واحدة، نحن ممثلين سياسيين للحكومة ولهذه المحافظة. نعم. نذهب بكل قوة إلى الجانب الرسمي وإلى الأشقاء ونقول أن هناك قصورا واضحا في مسألة الدعم العسكري لتعز، لابد من تلافيه ولابد من العمل بجدية. لازلنا نقول بأننا سنبقى وحدة متماسكة، وتعز دائما تضرب هذا المثل. أنا مع هذا الاتجاه بالفعل، هناك قصور علينا جميعا أن نعمل على إنهائه خلال فترة سريعة جدا، لأن انتصار تعز هو انتصار لكل الوطن، ولكن. نعم. الأسئلة. نعم. يجب أن توجه أيضا إلى أصحاب الشأن في الملف العسكري، ونحن سوية في مركب واحد. أنا أرى نفسي من المقاومة، والمقاومة ترى نفسها في الحكومة، نحن ننفذ ما يقوله الناس في الشارع ونحن معهم، ولا يمكن. نعم. لأن نكون جزء منهم على الإطلاق. تعز في مسألة الوحدة السياسية والعسكرية متماسكة، ذات رؤية واضحة وشجاعة، وعلينا جميعا أن ننقل هذا التماسك وهذه الشجاعة إلى كافة المستويات المختلفة. نعم، لكنها في كل الأحوال بالتأكيد بحاجة إلى ولكنها مؤلمة وكلفة عالية. هناك كلفة عالية. نعم،
وأن تتحول وأن يتحول هذا الكلام إلى واقع على الأرض. دعني أتحول إلى نقطة مهمة جدا سيد عز الدين، وأنت وزير حقوق الإنسان، هناك مخاوف حقيقية فيما يتعلق بأي تسوية سياسية قادمة حول الضحايا، حول الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان. وهناك من يعتقد بأنه ربما أي تسوية سياسية قادمة يعني ربما تكون هي الثقب الأسود لهذه التضحيات وهذه الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي حدثت فيما بعد فترة ما بعد الانقلاب. منذ عام 2011 لا أظن بأنها تتكرر. النقطة الثانية بأن أي تسوية سياسية وأي عمل من أجل السلام لا يمكن أن يكون على حساب العدالة. العدالة هي الأساس الذي يسعى إليه الناس، وبالتالي أصحاب الحق في تحقيق العدالة هم أصحاب الصوت الأعلى في هذا الأمر. جميعا سنعمل في الملف السياسي والملف الحقوقي لتنفيذ العدل والحق في إطار القانون، ولا يمكن لي أن أتحدث وأن أقول بأن التسوية السياسية مهما كانت جميلة ورائعة ستكون على حساب الضحايا وعلى حساب حقوقهم وعلى حساب حقوق الإنسان، لأنه لا يمكن لنا أن نتحدث عن استقرار وعن مستقبل آمن ونحن نضحي بالعدل وأصحاب الحق. هذا لا يمكن. إذن نحن لا نتوقع أبداً في حال وجود أي تسوية سياسية قادمة أي شكل من أشكال حصانة أو تكرار لمأساة المبادرة الخليجية؟ لن تكون هناك تسوية فيها سلام وفيها تضحية بحقوق الناس وبالعدالة والمساواة، لا يمكن أنها نسميها تسوية على الإطلاق بهذا الأمر. هذه ممكن تسمى أي شيء آخر غير أنها تسمى تسوية. التسوية يجب أن تكون قائمة على مبدأ الحق أن يكون في نصابه الحقيقي والصحيح، وأصحاب الحق هم أصحاب الكلمة العليا في هذا الأمر. لا يمكن لنا أن نتحدث عن تنازلات بحقوق الآخرين من أجل أطماع سياسية أو مستقبل سياسي. الحق لا يمكن أن يعلى عليه، وهناك مقولة تقول لا يمكن لك أن تبحث عن مستقبل عادل ومستقر وأنت لا تحقق العدل في الواقع والحاضر. وبالتالي هذه مسألة أعتقد مفروغ منها، ولا يجب أن يكون هناك قلق أبدا بأنه سيكون هناك تجربة أخرى بمسألة مزيد من الضحايا ومزيد من التهاون في مسألة عدم إحقاق الحق ومسألة إعادة الأمور إلى نصابها. نعم، أتحول إليك بسؤال الأخير سيد الأهدل، بعد أن استمعنا إلى كلام سيد الوزير سيد عز الدين الأصبحي، ما هي إذن خياراتكم أنتم كمقاومة في الحالتين، في حال الحل السياسي أو الحسم العسكري؟ هل لديكم رؤية واضحة في الحالتين؟ وهل أنتم مستعدين لهذه الخيارات؟ نحن نتحرك بأهداف ولا نتحرك بإجراءات. الأهداف عندنا واضحة وبينة، هي أن تزول كل هذه النتائج التي نتجت عن الانقلاب من الاحتلال لأراضينا للمحافظات وسيطرة على المؤسسات وما شابه ذلك، إضافة إلى الملف الحقوقي الذي ذكره الأستاذ، ونحن نثق أنه رجلا حقوقيا من الطراز الأول، ليس على المستوى اليمني بل على مستوى أوسع ونثق بذلك. لكن يجب أن نؤمن بحقائق أنه ما دامت دخلت المسألة دائرة التسوية السياسية فإنه لا شك أن انتقاصا من الحقوق سيتم، وإلا كيف ستكون حوارات مع هذا الطرف الذي لا شك أنه يرجو من حواراته أن يحقق شيئا، إلا إذا كان الحوار من أجل تحقيق الحسم بطريقة غير عسكرية، فهذا سنكون معه متى ما حقق الهدف في تطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعودة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الذي تم الانقلاب عليه. أشكرك، وبالتالي نحن مع الإيمان بنتائج، وهذا ديدننا نتحرك بأهداف لا نتحرك بإجراءات ووسائل. أشكرك جزيل الشكر سيد ضياء الحق الأهدل المقرر مجلس تنسيق المقاومة، كما أشكرك جزيل الشكر سيد عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي في المشاورات السياسية القادمة. في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء، تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومن فريق الإعداد أسامة القطيبي وعصام القيسي وكافة الفريق الفني للبرنامج. ألقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد، في أمان الله.